بطلنا محمد السيد حصل على برونزيه اولمبياد باريس، عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله. ايه طمنا كده. طبعا يعني عايز اقول لك ان كل مشجعين اليوم السابع وكل مشاهدين اليوم السابع بيقول لك مبروك والناس كلها فرحانه بيك في مصر. تقول لي ايه للجمهور المصري بعد، يعني انت اكيد حسيت الفرحه. الحمد لله، بشكر الجمهور المصري كله، لسه دعمها على السوشيال ميديا ما يتوصفش يعني، فبشكرهم كتير على دعمهم، وان شاء الله ربنا يوفقنا في صوت الفرقه كمان ان شاء الله. طب انت قول لي بقى، مين كلمك بعد الميداليه؟ ايه اول مكالمه جات لك؟ طبعا كلمت طبعا عيلتي الاول، والدتي واختي واخويا اللي مش موجودين معايا هنا، انا هنا معايا والدي واخويا الصغير. كلمت طبعا بقيه المدربين اللي مش موجودين معايا، مدرب المنتل، مدرب التغذيه، يعني كلمت طبعا في ناس صحابي كتير قوي بعتوا لي، ما قدرتش ارد على الناس كلها لسه، مسجات كتير قوي قوي قوي، بشكر كل حد فعلا بعت لي، بس ناس كتير قوي يعني شفت دعم منهم الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله انت عندك منافسات تاني مع الفرق. ان شاء الله. امتى؟ كمان 3 ايام ان شاء الله. يعني نستنى ميداليه ان شاء الله. ما اقدرش اوعد بميداليه، اقدر اوعد ان احنا محسن استنى، اوعد ان احنا نعمل اللي علينا زي الفردي وخلاص. شفت صورتك وانت صغير والناس مشيراها وانت صغير وتشيل سلاح؟ هي يعني كنت بادئ بالسلاح من وانا صغير، الحمد لله ربنا كرمني. يعني انت عندك كام سنه يا محمد؟ 21. يعني ان شاء الله ممكن نقول ميداليتين كمان، اولمبيتين نحجزهم لمصر ان شاء الله. ربنا يعني اقدر اقول ان انا هعمل عليها في التمرين ان شاء الله. ربنا يوفقك يا محمد. شكرا حبيبي.